طيب اكسرسايز سريع في موضوع البريزيدنس اوف اوبريتورز او الاولويه في تنفيذ العمليات الحسابيه. تعالوا كده ايه نبص على الاكسرسايز ده. طيب انا عندي 3 فاريبلز هنا A و B و C، تمام، 5 و 6 و 5، وعندنا ايه المعادله ديت او اللاين دوت. بص عليه كويس كده، اكتبه حتى خد وقتك وفكر في الاخر النتيجه هتطلع كام. عندنا هو جمع، عندنا incremental operators، عندنا الأقواس incremental operator وضرب، ويعني الحاجات اللي احنا شفناها ايه في الفيديوهين اللي فاتوا. اقعد طبعا احسبها من غير، طبعا يا جماعة من غير ما تحط الكود ده في سي شارب application وترن تشوف هيطلع لك ايه. يعني عايزك تشوف بس انت فاهم الموضوع ده ولا لا من غير الكمبايلر وسي شارب يعني، تمام. وهنعملها دلوقتي مع بعض يعني. طب تعالوا نحلها مع بعض الاول قبل ما نروح نرن الابليكيشن نشوفه هيطلع ايه. بس الاول خلينا نروح نبص على اللينك اللي فيه الترتيب. لو بصيت كده هتلاقي ان الانكريمنتال اللي هي البلس بلس ليها بريوريتي اعلى من الضرب بس اقل من الاقواس. فتعالوا بناء على المعلومه ديت نبص كده ايه اللي هيحصل. تعالوا كده ايه نعمل كومنت ونقول ان احنا هيبقى عندنا الاربعه لسه زي ما هي مش هتتعمل. فالبريوريتي هتروح الاول ايه، هتبقى 6 في 6، 6 في 6 اللي هي الاي هنا بخمسة، نزود عليها واحد هتبقى 6 مضروبة في البي اللي هي 6 برضو. نروح للجزء اللي بعده هيبقى ناقص، هنزود السي بلس بلس فهتبقى 6 برضو مضروبة في 2 كده. ايه ابتدينا نسهلها شوية. طيب المرحلة اللي بعدها بقى هتفضل دي الاربعة زي ما هي، واول حاجة هتتنفس عندنا هي الاقواس ديت عشان هي ليها بريوريتي اعلى، فهتبقى هنا 36 ناقص الستة في 2 زي ما هي. المرحلة اللي بعدها كده ايه اللي هيتنفذ من هنا، الجمع ولا الطرح ولا الضرب؟ زي ما احنا متفقين الضرب حتى لو في الاخر، فهتبقى 4 زائد 36 ناقص 6 في 2 بكام؟ ب 12، تمام. اخر مرحله بقى ان احنا خلاص بقى الجمع والطرح دول زي بعض على نفس البريوريتي، نفس اللاين، نفس الاولويه، فناخد من الشمال لليمين. فهتبقى عندك 4 زائد 36 هتبقى 40 ناقص 12 هتبقى 28. المفروض بقى لو عملنا ران للكلام دوت كده ونطلع الريزلت، ما تنساش تطلعها، تطلع 28. تمام طلعت 28 اهو زي ما قلنا. طب لو غيرنا حاجه مثلا، لو خلينا بدل الاثنين دي واحد، ايه اللي هيختلف في المعادله ديت؟ حاصل الضرب كل حاجه زي ما هي، حاصل الضرب الستة في 2 دي هتتغير تبقى 6 في 1، فهنا هيبقى 6. فهنا بدل ما انت طرحت 12 هتطرح 6، يعني 40 ناقص 6 تطلع 34 المفروض. تعالى كده الران ونبص. تمام 34. طيب اتمنى يكون ايه الاكسرسايز ده فاتكم بحاجه. فيديو كان سريع واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.